واقعا هي جريمة مروعة ومؤلمة وحزينة، إنه مصاب جلل وعظيم. لا نستطيع أولا إلا أن نعبر عن مواساتنا وتضامننا وعزائنا لعوائل الشهداء، لكننا أيضا أمة تنجب الشهداء وأمة ترفع رأسها عاليا بشموخ بعز بكبرياء حينما يرتقي الشهداء. فنحن في نفس الوقت الذي نواسي فيه العوائل أيضا نبارك لهم هذا الوسام. لقد انتقلوا من العذاب إلى جنان الله الفسيحة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما آل سعود الذين ولغوا في دماء الأبرياء، فستتحول هذه الدماء إلى تيار جارف يجرف ويقتلع حكمهم. عين الله لا تنام، والله لا يقبل بالظلم. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم وسفك الدماء في اليمن وفي الحجاز، ويتفاقم الظلم في داخل البحرين وفي عموم المنطقة على يد هذه العصابة المجرمة، وأن لا يدخر الله عذابا شديدا لهؤلاء المتجبرين المتكبرين، وهو شديد ذو انتقام. إنا من المجرمين منتقمون.